هو مكسب لكل اتحادات لكل فرق، وين راح يعني النخبة الوطنية راح تلقى عندها يعني الآن يعني جهة وين تكون كل تحضيراتها تكون هنايا. وهو صراحة يعني حقيقة جميل جدا. نشكر الدولة الجزائرية اللي أعطت أهمية كبيرة، لأنه الحاجة اللي كانت خاصة الرياضيين أنه يكون مركب بحجم هذا المركب. اليوم الرياضيين مطمئنين لوجودهم، ويعني اليوم شافوا بعينهم أنه هذا المركب مركب عالمي.